بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، مادة الدراسات الاجتماعية. أعزائي طلاب الصف السادس، أهلا ومرحبا بكم. أعزائي الطلاب، عنوان درسنا لهذا اليوم حل تدريبات الدرس الثاني من الوحدة الأولى الوطن العربي، الموقع والخصائص الطبيعية. أعزائي الطلاب، في هذه المراجعة سوف نتناول مراجعة عامة للدرس الثاني من الوحدة الأولى. الآن أعزائي الطلاب تعالوا معي نجيب على الأسئلة الآتية. السؤال الأول: يحد الوطن العربي من جهة الغرب المحيط، الهندي، الهادي، الأطلنطي، المتجمد الشمالي. أحسنتم بارك الله فيكم. الجواب: المحيط الأطلنطي. السؤال الثاني: أكبر دول الوطن العربي من حيث المساحة، مصر، تونس، المغرب، الجزائر. أحسنتم بارك الله فيكم. الجواب: الجزائر. السؤال الثالث: تبلغ مساحة الوطن العربي 11.3 مليون كيلو متر مربع، 12.3 مليون كيلو متر مربع، 13.3 مليون كيلو متر مربع، 14.3 مليون كيلو متر مربع. سنتم بارك الله فيكم. الجواب: 13.3 مليون كيلو متر مربع. السؤال الرابع: وضح الأهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافي للوطن العربي. أحسنتم بارك الله فيكم. الجواب: رقم 1، توسط قارات العالم القديم جعله مهدا للحضارات القديمة. 2، امتداده الكبير واتساع أراضيه أدى إلى تنوع موارده الاقتصادية. 3، إشرافه على بحار ومحيطات هامة ووجود ممرات مائية. السؤال الخامس: عدد أهم الجبال في الوطن العربي في الجناح الأسيوي. أحسنتم بارك الله فيكم. جبال الحجاز، جبال عسير، جبال اليمن، جبال لبنان، جبال عمان، جبال زاجرس وكردستان، أيضا أعزائي الطلاب جبال طوروس. السؤال السادس: عدد أهم الهضاب في الوطن العربي في الجناح الأسيوي. أحسنتم بارك الله فيكم. الجواب: هضبة نجد، هضبة حضرموت، هضبة بادية الشام، هضبة الصمان. السؤال السابع: عدد أهم السهول الساحلية في الوطن العربي. أحسنتم بارك الله فيكم. الجواب: سهول البحر المتوسط، سهول الخليج العربي، سهول تهامة على البحر الأحمر. بارك الله فيكم. السؤال الثامن: عدد أهم السهول الفيضية في الوطن العربي. أحسنتم بارك الله فيكم. رقم 1، سهول نهر النيل. 2، سهول نهر دجلة والفرات. 3، سهول نهر جوبة وجبيلي. السؤال التاسع: عدد موارد المياه في الوطن العربي. أحسنتم بارك الله فيكم. رقم 1، مياه الأمطار. 2، مياه الأمطار، مياه الأنهار، المياه الجوفية اللي هي مياه الآبار والعيون، أيضا مياه البحر، المياه المحلاة. والآن أعزائي الطلاب تعالوا معي نجيب على التدريبات. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية.
رقم واحد، يبلغ عدد خطوط الطول التي تمتد خلال الوطن العربي، سنتم بارك الله فيكم، 77 خط طول. اثنين، يمتد الوطن العربي في قارتي آسيا و، أحسنتم بارك الله فيكم، أفريقيا. ثلاثة، تبلغ مساحة الوطن العربي، أحسنتم بارك الله فيكم، 13.3 مليون كيلو متر مربع. أربعة، المسطح المائي الذي يصل مضيق هرمز بالخليج العربي هو، أحسنتم بارك الله فيكم، بحر عمان. خمسة، يحد الوطن العربي من جهة الشمال جبال، أحسنتم بارك الله فيكم، جبال طوروس. رقم ستة، أي من الهضاب التالية تقع في وسط شبه الجزيرة العربية؟ أحسنتم بارك الله فيكم، هضبة نجد. سبعة، تمتد جبال الحجاز وعسير على طول ساحل، أحسنتم بارك الله فيكم، البحر الأحمر. ثمانية، ترتفع درجة الحرارة صيفا في وسط وشمال الوطن العربي لتعامد الشمس على، أحسنتم بارك الله فيكم، مدار السرطان. السؤال التاسع، تسقط الأمطار الشتوية على بلاد المغرب العربي بسبب هبوب الرياح، أحسنتم بارك الله فيكم، العكسية الغربية. عشرة، من أهم أنوار الوطن العربي والذي يجري في مصر والسودان نهر، أحسنتم بارك الله فيكم، نهر النيل. السؤال الثاني، أكتب ما تدل عليه كل عبارة مما يلي. رقم واحد، مضيق يربط بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، أحسنتم بارك الله فيكم، مضيق جبل طارق. اثنين، أصغر الدول العربية مساحة، أحسنتم بارك الله فيكم، مملكة البحرين. ثلاثة، مضيق يربط بين الخليج العربي وبحر عمان، أحسنتم بارك الله فيكم، مضيق هرمز. السؤال الثالث، وضح الأهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافي للوطن العربي. أحسنتم بارك الله فيكم، رقم واحد، توسطه قارات العالم القديم جعله مادة للحضارات القديمة. اثنين، امتداده الكبير واتساع أراضيه أدى إلى تنوع موارده الاقتصادية. ثلاثة، إشرافه على بحار ومحيطات هامة ووجود ممرات مائية. السؤال الرابع، ما النتائج المترتبة على؟ واحد، إشراف الوطن العربي على مسطحات وممرات بحرية هامة، أحسنتم بارك الله فيكم، أدى إلى تحكمه في طرق التجارة العالمية. اثنين، اتساع أراضي الوطن العربي، أحسنتم بارك الله فيكم، أدى إلى تنوع موارده الاقتصادية. ثلاثة، توسط الوطن العربي لقارات العالم القديم، أحسنتم بارك الله فيكم، جعله مادة للحضارات القديمة. السؤال الخامس، أكتب دلالات الأرقام الموجودة على الخريطة الصماء التالية. رقم واحد، ننظر أعزائي الطلاب على الخريطة ونجيب. رقم واحد على الخريطة تمثل سلطنة، أحسنتم بارك الله فيكم، سلطنة عمان. اثنين، مضيق، أحسنتم بارك الله فيكم، مضيق هرمز. ثلاثة، جمهورية السودان. أربعة، البحر الأحمر، أحسنتم بارك الله فيكم. خمسة، مضيق، أحسنتم بارك الله فيكم، مضيق جبل طارق. السؤال السادس، بما تفسر ضيق سهول البحر الأحمر؟ أحسنتم، الجواب أعزائي الطلاب، بسبب اضطراب الجبال من الساحل. اثنين، اتجاه دول الوطن العربي لتحلية مياه البحر. أحسنتم بارك الله فيكم، الجواب قلة موارد المياه العذبة
زيادة عدد السكان، وفرة مصادر الطاقة. السؤال السابع، قارن بين السهول الفيضية والسهول الساحلية في الوطن العربي من حيث المفهوم ومثال لكل منهما. السهول الفيضية أعزائي الطلاب هي أراض واسعة منبسطة كونتها الأنهار مثل سهول نهر النيل. أما السهول الساحلية أعزائي الطلاب هي أراض واسعة منبسطة بجوار سواحل البحار والمحيطات مثل سهول الخليج العربي. السؤال الثامن، حدد الظاهرات التالية على الخريطة. أعزائي الطلاب أمامنا مجموعة من الظاهرات نحددها على خريطة الوطن العربي. تعالوا معي نحدد رقم 1 جبال عمان، 2 سهول الخليج العربي، 3 سهول دجلة والفرات، 4 جبال البحر الأحمر. إذن أعزائي الطلاب هذه الظاهرات حددناها على خريطة الوطن العربي كما نشاهد. السؤال التاسع، اكتب اسم المفهوم الذي تدل عليه العبارات التالية. أراض واسعة منبسطة كونتها الأنهار. أحسنتم بارك الله فيكم، السهول الفيضية. 2 أراض واسعة منبسطة توجد بجوار سواحل البحار والمحيطات. أحسنتم بارك الله فيكم، السهول الساحلية. السؤال العاشر، أعطي أمثلة على كل مما يأتي. الجبال في الوطن العربي. أحسنتم بارك الله فيكم، الجبال في الوطن العربي منها جبال الحجاز، جبال عسير، جبال أطلس، جبال اليمن، جبال عمان، جبال لبنان. الأنهار في الوطن العربي. أحسنتم بارك الله فيكم، نهر النيل، نهر دجلة، نهر الفرات، نهر جوبة، نهر جبيلي، نهر أم الربيع. 3 محطات تحلية المياه في الوطن العربي. أحسنتم بارك الله فيكم، منها محطة أبو فنطاس في دولة قطر، ومحطة رأس لفام في دولة قطر، أيضا محطة صحار في سلطنة عمان، ومحطة الأحمدي في دولة الكويت. وبذلك أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في درس آخر. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.